تابع الملايين من الجماهير ومحبي الفرعون المصري نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح. خبر سرقة الفيلا الخاصة اللي موجودة بالقاهرة، تفيد الأخبار أن الفيلا تعرضت لسرقة بعض الرسيفرات والتلفزيون وأجهزة كهربائية، فيما لم يستطع اللص من سرقة قنينة الغاز بعدما تركها هاربا في حديقة المنزل الخارجية. البلاغ جاء عن طريق أحد أقرباء محمد صلاح، فيما تكثف الشرطة جهودها للكشف عن السارق. نتابع أهم ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي.